صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 23 لسنه 2022 بتنظيم الامانه العامه لمجلس التعليم العالي جاء فيه تنظم الامانه العامه لمجلس التعليم العالي وذلك على النحو الاتي الامين العام لمجلس التعليم العالي بدرجه وكيل وزاره ويتبعه الامين العام المساعد بدرجه وكيل مساعد وتتبعه اداره البحوث والسياسات اداره الخدمات الاكاديميه اداره الاعتماديه والتراخيص